لم تفتح أبواب المحلات هذه بعد ولن تفتح، على الرغم من دخول لبنان المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر بسبب فيروس كورونا. باتت المحلات برسم البيع أو الإيجار في زمن أصبح المواطن فيه عاجزاً عن تأمين أساسياته. نحن بنعرف أنه خلينا نقول من 6 شهور لليوم في على الأقل 250 ألف شخص فقدوا وظيفتهم بلبنان. على صعيد المؤسسات هالأمور صارت عم تتكرر أكثر وأكثر، فكنا نقول للمسؤولين عندكم عداد كورونا 740 إصابة، إذا بنحط نحن عداد للمؤسسة اللي أقفلت هي ألوف مؤلفة. فنعم في شركات ومحلات من الصغيرة للكبيرة، حتى مولات عم تتعثر. ينذر الوضع ميدانياً إذن بكارثة اقتصادية ومعيشية. أما نظرياً وبحسب خطة رئيس الحكومة الاقتصادية فلبنان مقبل على مرحلة من الازدهار وفق ما تعد به الخطة الاقتصادية التي عمادها دعم صندوق النقد الدولي. ما حدا يعتقد أنه رايحين على الصندوق بشروطنا نحن، هذا خطأ. بدك تروح على الصندوق في له شروط. برأيي أنا كل ما دولة بتكون فعلا لا تستوفي شروط الصندوق، كل ما يعني سلوكية الصندوق بتكون أقصى بالنسبة لهذه الدولة. مسار طويل ومعقد، لكن أي نتائج ملموسة لن تكون في المدى القريب، ما يزيد من تفاقم الوضع هنا. 40% من المحلات التجارية ستكون عاجزة عن إعادة فتح أبوابها بعد انتهاء التعبئة العامة بحسب المعنيين، ما يعني أن آلاف المواطنين معرضون لخسارة مصدر رزقهم. جيس الحشخوري، العربي، بيروت.